أهلا بكم مشاهدينا بفقرة الطقس. خلونا سوا نتعرف على حالة الطقس في بلدنا الحبيب وبدون العالم. رح نبداها بالبداية من جنوب العراق وبالتحديد محافظة البصرة الفيحاء. سجلت محافظة البصرة الفيحاء لدرجة اليوم 35 درجة مئوية، أما ليلا ب 22 درجة مئوية صغرى. ننتقل من البصرة الفيحاء إلى العاصمة بغداد الحبيبة. سجلت العاصمة بغداد الحبيبة لليوم ب 32 درجة مئوية عظمى، الجو غائم جزئي، أما ليلا رح تسجل ب 17 درجة مئوية صغرى، الجو بأمطار. ننتقل من بغداد إلى غرب العراق وبالتحديد مدينة الفلوجة. مدينة الفلوجة مشاهدينا سجلت ب 30 درجة مئوية عظمى، أما ليلا رح تسجل ب 18 درجة مئوية صغرى، الجو بأمطار مع رعد شوية. ننتقل إلى محافظة أخرى أو مدينة أخرى وهي مدينة الموصل بشمال العراق، سجلت ب 28 درجة مئوية عظمى، أما ليلا رح تسجل ب 16 درجة مئوية صغرى، الجو ممطر. طبعا ننتقل أيضا مشاهدينا مع بعض إلى محافظة وهي محافظة أربيل الحبيبة، سجلت نهارا ب 28 درجة مئوية عظمى، أما ليلا رح تسجل ب 16 درجة مئوية صغرى. مشاهدينا مثل ما شفنا حالة الطقس بالعراق طبعا أكثرها ليلا ممطر، أما خلونا سويا نتابع حالة الطقس بباقي مدن العالم.